يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفاستا انت المقدرة عفاستا انت المقدرة عاني ظروفك واقهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرا يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عباس عباس انا تاني ما بتكلم معك بمشي اجيب لي مويه بارده من الثلاجه برشك بقى في وشك قوم امشي الحق الشغل ده الساعه ماشيه لتسعة فشنو عادل يا اخي يا اخي خليها تمشي يا اخي خليها تمشي يا سلام وتضرب لاخوي تلفونات معذب وشوف لي شغل شوف لي شغل الشغل ده ما قلعه ليه قلع يا اخي انا قدرت اقلع من الشغل ده انا قدرت اقلع من الشغل ده انا قرفت منه يا سلام وعصق عليه عاطل في البيت تاني يا اخوي هي عباس قوم على حيلك قوم على حيلك وفتح عيونك زي الريال ابو عشرة فتح لي ضنك زي اسمع الكلام ده كويس انا تاني ما بقبل باي عطاله في البيت ده قوم امشي شغلك عليا انا وظيفتي لقيتها يا تو وظيفه دي ها يا تو وظيفه لقيتها هاي لقيتها انا مش قلت لك فنان عندي ميول فنيه عليك الله يا عباس انت لا فنان ولا عندك ميول فنيه ولا عندك شغله بالفن مش الجمعيه الادبيه اللي كنت بتشارك فيها دي كلنا شاركنا فيها يا اخوي عليك تقوم تنفط البس شبشبك ده خش الحمام مشي شغل طير اها ايه رايك انا اتصل بي مخرج كبير انت وانا داي يا انت مخرج ده ان شاء الله بدري خان هيا بدري خان عباس لا هو مش بدري خان ذاته لكن المساعد بتاعه قام اتصل بي قال لي يا اخي دايرينك في مسلسل تاريخي شهير ودايرينك تمضي العقد تضحكي مش كده والشركه هتعمل شنو على ناس الشركه الشركه اول شيء حامشي الشركه وازفت لك المدير ده زفت تماما تماما وطالبه بحق 10 سنه خدمه ليش نطالبه بحق 10 المسكين المسكين اللي ما عمل لك شيء ولا قصر معاك ولا غلط معاك ولا غلط في حقك ولا يوم واحد حاسبك هيا ما حاسبك وما غلط معاك ده قداني قد قداني قد ياخده بيحكي لي ميكات قديمه وانا اشيل وضحك له امبارح انا جاي سايق العربيه انت عارف الاسطوب بس الاسطوب ولا احمر يا الشافعي شايل لي قطعه لونه بني داري امسح الكزازة على العربيه وانا اقول لي لا لا ما تمسحوه وقال كده طبج ولي القزاز بيقى عامل كده عامل كده قلت له ود ما هي قروش هاك هاك القروش اديته القروش برضه يمسح والله بيقى نكات قديمة شفت ولا بتتحمل ما في زول بتحملها يا اخي ده نكات من من الابتدائي بيحكي لك اديك اديك قام عمل لي هناي شنو ولا الكلب عمل لي هناي دي يا اخي وانا هناي يا اخي من جاتني ذبحة في حلقي ولا اسمها شيء دي البتاع دي غرحة غرحة في حلقي ريلاكس يا أستاذ أنا طوال حياتي الفنية ما لقاني دوبلير بيجي بعد الممثل أبدا معلش عاسفين جدا والله عارف ده لو في هوليود هيعملوا شنو؟ هيرفضوه من أول يوم ما يحصل إلا عندكم هنا معلش والله أنت هوليود الكباس ما يودق لي يعني. لقيت فيه نفس خلاص
استمسحها في وشنا المرة دي بس. أوكي 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 أوكي. خلونا نشوف لنا حل التكييف. جدا. شوف لك حل التكييف. نعم. ما لك وبال العدسة أنت؟ ما لك وبال العدسة؟ شغلك ده؟ أم تشوف إضاءتك وين؟ زول بتاع إضاءة يقول لك العدسة ما لك وبالها. بعدين التكييف ده ماله؟ وين الدور الفني بتاع التكييف ده؟ تعمل بجليتا خدتها هنا خدتها صلع التكييف ده. مش قلنا لكم ان الاستاذ دور لكم درجه الحراره تكون كم؟ مالكم يا اخي صلعوا له التكييف كيفوا حاجه غريبه يا اخي. وكنت حريف حرف انا والله يا بالله عليك انا دربتك ها نقدك انت دمك لو انت دمها تقيل وانت زيادتك دمها تقيل ايوه وين بضحك لك زياده الدم تقيل ايه اللي شابكنا النكات هنا يا اخي انت مالك نهايه النكات يا اخي شابكني هنا عمل لي مسح لي في العربيه ودنبت يا اخي يا اخي شنو يا اخي يا اخي انت ما تحس يا اخي اصول لا بتعرف نكات لا بتعرف هنا يا اخي عباس يا اخي عباس شنو يا اخي عليك الله فكر انا عباس انا بتيغ يا اخي اسمع كلامي ده كويس أنا ما داير أشوفك في الشركة بتاعتي دي لثانية، ثانية ما داير أشوفك. وأنا ما حشوفني في الشركة دي إلا في الشاشة، إلا في الشاشة ولا في الجرايد. باي باي. عوير. ما رجعت الطبق دول ولا جو؟ ده من وين ده؟ وين الفنيين؟ يا أستاذ دبلو يا أستاذ ده عباس عباس منو يا أخي؟ ده عباس الـ بتاع الشخصية الممثل الدوبلير لا حول ولا قوة نعم ازيك يا أستاذ أهلا وسهلا يا أخي كيف أحوالك؟ الله يبارك إن شاء الله تمام الله يحفظك الله يبارك فيك يا أستاذ كيف يا أستاذ؟ لكن يا أخوانا يا وين الدوبلير بتاعي؟ الحقيقة يعني الزول ده يعني الزول ده اسمه الاستاذ التليب نعم التليب زي الملامح بتاعته بعيده من يعني انا كلك نظر انه بعيده الحياه دي اسمع يا سيد بشبهك خلاص خليه يا استاذ اسمع يا سيد نعم دار تنظلينه بشبه وما بشبه تفضل اطلع برا نجيب واحد غيرك الخالق الناظر من الزول ده انا الخالق الناظر من الزول ده الناحية بتاعت اللوكيشن اسمع يا اسمك منو انت؟ انا اسمي عباس يا عباس نعم انت عارف الاستاذ التليب العملاق ده؟ نعم. الناس بيدفعوا قروش عشان يتصوروا معاه انت دي فرصة لا تعوض كونك تشتغل دوبلير انا فاهم ذلك هاي هتشتغل انت الدوبلير بتاع الاستاذ جدا انا ما عندي مانع وتنازل عن هذا المعرفة تكتبوا من وين؟ يا مروة يا اخي اسمع انت اسمك عكرمه بن زيزن في المسلسل ده عكرمه بن زيزن الزمخشري عكرمه بن زيزن الزمخشري عرفته هتخش تكون تمشي في المسلسل هتخش للحجاج بن يوسف تقول له انا عكرمه بن زيزن الزمخشري رسول فرطغن من طشغن طيب انا اقول لك بدون بروفه اقول لك قوله